معيا عشنا يوم امس احتفاليه حقيقيه في الجلسه الافتتاحيه لجامعه الشباب الاحرار. حنا يعني كان عندنا هذه الرغبه باش نصيفطوا للمغاربه رسالات ايجابيه ديال الفرح وديال السعاده بما تحقق لبلادنا في ظل القياده الرشيده لجلاله الملك الله ينصره. بلادنا تتعيش ثوره حقيقيه فيما يتعلق بالاوراش الاجتماعيه. بلادنا ولله الحمد اصبحت يعني نموذج يحتذى به على المستوى الدولي في تدبير الازمات، سواء الازمه ديال كوفيد، الازمه ديال الجفاف، الازمه ديال يعني التداعيات ديال الحرب. كل هذه الازمات كلها تنتجاوزوها بفعل يعني الحكمه المتبصره ديال جلاله الملك وبفعل هذه الحكومه اللي تشتغل بجد وبفعاليه. فبالتالي المغاربه محتاجين يشوفوا يعني وجوه مبتسمه، يشوفوا لحظات فرح، ما نبيعوش فقط ذاك الخطاب اللي بغاو البعض ديال الخطاب السلبي. لذلك حنا كنا على موعد اليوم غادي نستكملوا ان شاء الله الورشات اللي غادي تكون حافله بالنقاش وحافله يعني بالرسائل السياسيه، سواء للاغلبيه الحكوميه اللي بغينا تكون اغلبيه منسجمه قويه، وكذلك الخصومنا في المعارضه اللي اثبتت مره اخرى صناديق الاقتراع بان الخيار ديال 2021 ما كانش خيار يعني اعتباطي، وانما تم نبذهم من طرف المغاربه عن طريق صناديق الاقتراع لانهم لم يقدموا شيئا لهذا الوطن. كان مع واحد 17 تمثيليه ديال شبيبات ديال احزاب اللي تتدبر الشان العام في 17 دوله صديقه وشقيقه، واليوم شفنا كيفاش كان الاختتام بعد واحد الجلسه افتتاحيه اللي كانت متميزه عامره بالمشاعر ديال الوطنيه والمشاعر ديال التضامن، وبينا بان احنا حزب قوي، حزب متعاضد، فخور بالحصيله ديالو، فخور بالعمل اللي كيقوموا به الوزراء واللي كيقوم به السيد رئيس الحكومه في مختلف الاوراش اللي كيقودوها تحت الرعايه ديال جلاله الملك. 11 ورشه اللي ناقشنا فيها اليوم بين متدخلين ووزراء اعضاء مكتب سياسي خبراء في مختلف المجالات مع شباب اللي حضروا واللي تناولوا الكلمه واللي خرجنا فيها بتوصيات انه غادي نواصلوا اولا منجز، وكذلك غادي نكتفوا من التواصل لان التواصل هو اللي ممكن يحارب الافكار السوداويه وافكار ديال التبخيس والافكار يعني ديال تنفير هاد الشباب من العمل السياسي. اولا ضحايا طاطا وضحايا الزلزال، الحزب ديالنا التعامل مع هذه المناطق تعامل مسؤول. هذه المناطق تنتظر منا الانجاز وتنتظر منا العمل. السيد رئيس الحكومه قاد وفد وزاري كبير لاول مره كيمشي للمنطقه ديال طاطا، اول رئيس حكومه كيمشي لطاطا. ازيد من 100 مليار ديال الدرهم خصصت لتاهيل هذه المنطقه، 120 مليار درهم تخصصت لتاهيل المناطق ديال الزلزال وتجاوز يعني التداعيات ديال زلزال الحوز. هذه المناطق ما محتاجاش البكاء، ما محتاجاش ان الواحد يضغضغ العواطف ديال الناس ديالو. حنا مسؤولين. الامس كنا في جلسه افتتاحيه ديال الشباب، والشباب المغربي بصفه عامه من حقه انه يفرح لما تحقق في بلاده. طبعا هذوك اهلنا اللي ماتوا تما، وحتى واحد ما حنا هذوك اهلنا، حنا الاقرب لهم وعارفينهم، ولكن عارفين هذيك المنطقه اش محتاجه. هذيك المنطقه محتاجه اليوم ان الحكومه تجند بشكل اكبر. فبالتالي نغنيو، نديروا اناشيد كشبيبه، نعيشوا لحظات فرح بيناتنا بما تحقق تحت الرعايه ديال جلاله الملك لاجل بلادنا. هذا حقنا وحقنا المشروع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.